السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل مع بعض الفلفل الحامي اللي هو زي كده، والفلفل الرومي اهو بطريقتين مختلفين جدا، ان شاء الله يعجبوكم. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. ويلا بينا نبدأ مع بعض وصفاتنا. الاثنين هنعملهم بطريقتين مختلفين في الخلاط. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش بالله عليكم تدعوا لبابايا بالشفاء، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويشفي كل المرضى اجمعين يا رب العالمين. يلا بينا نبدا مع بعض وصفتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. اول حاجه عندي طبعا هعملها اني هغسل معايا الفلفل كويس جدا، هخليه نضيف جدا ما فيهوش اي حاجه ممكن يعني ليه توسخ لي الفلفل وكده. بغسله بحيث ان هو ما يكونش فيه اي نقط صودا ولا اي حاجه، يكون نظيف جدا. اول حاجه عندي طبعا عملتها ان انا لبست جوانتي، لان الفلفل ده حامي جدا فممكن ان هو يعمل يعني حاجات رهيبه كده. لو انت ما عندكيش جوانتيات من دي بتجيبيها من اي صيدليه او من اي هايبر ماركت. طب لو ما عندكيش جوانتيات من دي هتحطي في ايدك زيت وايدك ما تقربش لعينك نهائي. بصي اول حاجه عملتها ان انا شلت عندي الجزء اللي فوق، بعد كده هبدا ان انا اخرطه كده، يعني مش شرط ان هو يكون طويل قوي، أو ممكن مثلا في الحجم ده كده ونحطه عندنا في الكبه او في الخلاط اهو. ممكن نشيل الجزء اللي فوق وتروحي انت بعد كده مقطعاه كده بايدك، ما بتفرقش كتير، بس المهم ان انت تاخدي الكميه بتاعتك كامله وتقطعيها وتحطيها في الخلاط. الموضوع ما بياخدش منك وقت خالص، بالعكس سهل وسريع جدا. وهنعمل بيهم مع بعض طريقتين مختلفين، بجد بتكون تحفة. اهي بخلصهم كلهم بنفس الشكل وهوريكم واحنا بنخلطهم في الخلاط هيكون شكلهم عامل ازاي وهنخلطهم كمان ازاي. اهو طبعا اهم حاجه ان انت تكوني غسلاه كويس جدا. اهو كده طبعا انا خلاص خلصت الكميه بتاعتي كلها وقطعتها بنفس الشكل، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. اخر واحده بس اهي، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، بالعكس سهله وسريعه جدا. بعد كده بعمل ايه؟ هشيل بس ده لان هو كده خلاص ملهوش لازمه، وده مش هنعمله دلوقتي، هنخليه على جنب. بعد كده اهو بقى عندنا بالشكل ده. هعمل ايه تاني؟ هضيف عليها حوالي ربع كوبايه من الميه، بسم الله، يا دوب بس تبدا تلف معايا اهو. انا كده حطيت الكوبايه يا جماعه، اللي حاجات بسيطه يا دوب، بس انا بوصلها لحد الجزء ده بحيث ان هي تلف معايا كويس. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا بقى ان انا اغطيها، بس هضيف لها شويه اضافات معايا بسيطه كده، مش ايه يعني ما بتاخدش ولا وقت ولا حاجه. هضيف لها رشه ملح، بس رشه كويسه جدا من الملح بحيث ان انت تملحي الفلفل بتاعك كامل. طبعا هنضيف معانا كمان عصرة الليمونة، هعصرها برضو معايا. ممكن تستغني عن عصرة الليمونة بمعلقة خل، انا بحط عصرة يعني ربع ليمونة بالكتير مش اكتر من كده، وهضيف عليها كمان معلقة من الخل اهي بالشكل ده. بعد كده بعمل ايه تاني بقى؟ ببدأ ان انا خلاص كده خلصت، هبدأ ان انا اخلطها معايا، وبعد ما تتخلط هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي وهنعمل فيها ايه تاني. طبعا اهي معايا بتبدا تتجرب، شايفين ازاي؟ انا طبعا مش عايزاها تبقى بيوري قوي، انا عايزاها يا دوب بس يعني تبقى ايه متقطعه خشن شويه. ممكن بدل ما تعمليها كده ممكن تضربيها في الكبه، بس الكبه بتاعتي صغيره، بتاعت الهاند بلندر صغيره، فعشان كده ضربتها في الخلاط. اول حاجه عندي طبعا اهي دلوقتي اتضربت معايا، بصوا بقت قوامها عامل ازاي، خلاص بقت بيوري واتضربت معايا في الخلاط من غير يعني ايه ولا مجهود ولا تكلفة ولا اي حاجة.
طبعا ما ضفتلهاش اي بهارات ولا توابل عشان خاطر ايه اما اجي اشتغل بيها اهي. طبعا هي حاميه جدا، بصوا كده ما ضفتلهاش اي حاجه اهي، يدوب هو الملح وبس. هعمل ايه تاني بقى؟ هجيب معايا التوم. لازم يكون عندك توم يا اما مهروس، يا اما لو ما عندكش توم مهروس هتضربيه معاها في الكبه. عشان ناس كتير بتسالني انت بتعملي هريسه الشطه ازاي، انا بعملها يا جماعه بالشكل ده، بس ما بضيفش كمون في المرحله دي. ليه؟ لان الكمون لو سبتيه فيها بيدي طعم مراره كده مش حلو خالص. فانا يا دوب بعملها كده وبحط عليها رشه الملح. هكمل لكم بس اقلع الجوانتي. طبعا ريحه الشطه دي حاميه جدا، بحط عليها رشه الملح زي ما حطيناها، هزودها بقى شويه كمان عشان تحدق معايا اكتر اهي اهي. بعد كده هعمل ايه تاني؟ هبدا ان انا اقلبها، تقلبيها كلها في الملح. الميه اللي فيها دي ما تقلبيهاش، احنا عايزينها زي ما هي كده. بعد كده بعمل ايه تاني؟ بجيب بقى عندي حوالي معلقه كده من الثوم المهروس اهو اهو، وبعد كده ببدا ان انا اقلبهم كلهم في بعض اهو، بحيث ان هي ايه تكون كلها ممتزجه كده بالثوم والفلفل والملح. يبقى انا حاطه لها دلوقتي ايه رشه ملح ورشه ومعلقه ثوم مهروس والفلفل الحامي، وحطيت لها خل خل وليمون، بيديها طعم جميل جدا. دي طبعا بتقدري تعملي بيها ايه؟ لو عندك سمك بتبداي ان انت تحشي بيه السمك، تحشي بيه البتنجان، حابه ان انت مثلا عامله دقه مكرونه وكده ممكن تاخدي لك معلقه. لو ما عندكيش شطه ممكن تضيفي عليها كمان شطه لو انت حباها حاميه اكتر من كده، بس بصراحه يعني مش مستاهله ان انت تضيفي عليها شطه. في ناس بيحبوها ان هم يحط لها معلقه صلصه، بس انا ما بحبش خالص بصراحه. انا بعملها بتبقى معايا بالشكل ده اهو، اهي دي بقى لها معايا فتره، بس دي ما كانش عندي فلفل احمر، عاملاها بالفلفل الاخضر اهو. شايفينها عامله ازاي؟ شايفين كده اهي، وما اقولكيش بقى على الريحه. دي طبعا لما هتسيبيها هتلاقي لونها هيحمر اكتر من كده. تيجي نعمل بقى الوصفه الثانيه ونشوف هنعملها ازاي. طبعا الوصفه الثانيه معايا مش محتاجه جوانتي ولا حاجه. الفلفل الثاني بصراحه كان حامي جدا، فعشان كده ما باخدش منه كتير، لكن الفلفل ده ما فيش منه مشكله يعني. الفلفل الرومي بيبقى جميل جدا، انا مش عايزاه بقى بيبقى بيوريه زي الثاني، انا عايزاه يكون ليه قوام شويه. يعني لو انت حابه ان انت تعمليه بيوريه ما فيش مشكله، وهنعمله بس مش هنعمله زي الهريسه كده، هنعمله حاجه تانية خالص هتعجبكم جدا باذن الله. اول حاجه عندي بعملها ان انا بشيل كل البتنجان ده، كل الفلفل ده، وابدا ان انا ايه افتحه بالشكل ده اهو. يا دوب بس بتشيل منه البذر اللي فيه بالقمع اللي فوق اهو اهو كده، بيتشال معاكي بمنتهى السهوله. دلوقتي بقى هضيف عليها ايه؟ هضيف عليها معلقه الثوم المهروس، هضيف عليها معلقه الثوم المهروس اهي، وهضيف عليها كمان بس في الوصفه دي يعني كتري ثوم براحتك، بتبقى جميله جدا. والملح هحطه يا دوب على قدها مش اكتر، مش عايزه الملح يكون كتير، انا عايزاه يا دوب يا جماعه على قدها بس كده كفايه اهو. سواء بقى قلبتيه او ما قلبتوش ما بتفرقش كتير، بس حاولي انك تنزلي تحت كده شويه عشان يبدا ان هو يتهرس معاكي ما يزهقكيش. بحط بقى اهو، هي يا دوب نص كوبايه من الميه يا دوب بس يمشي فيهم مش اكتر، ونبدا ان احنا نضغط عليه كده لتحت شويه عشان يبدا الخليط كده ان هو يخلطه. هضربهم بقى دلوقتي في الخلاط وهوريه لكم. ودلوقتي بقى خلاص خلصت الفلفل معايا الاخضر اهو بقى بالشكل ده. اوعي تصفي منه الميه، سيبيه بميته زي ما هو. ده احنا قلنا هنستخدمه للخلطات، ده بقى هنستخدمه لايه؟ لو عندك طبعا كبده عاملاها يعني لازم تحطي منها عليه، منه عليها بتبقى جميله جدا. بصي ولو عندك كمان اهو، شايفين عامله ازاي اهو؟ شايفين بصوا كده ده حجمه. طبعا لو عندك كبده حطيه عليها، لو ما عندكيش كبده ممكن لو عامله عيش بالزق ولا حاجه تحطيه عليه،
عامله يعني اي اكل بيتعمل بالفلفل، بس النصيحه مني قبل ما تيجي تعمليه تروحي مشوحيه الاول على النار وحطي عليه معلقه خل، هتشم الريحه تحفه. دول دي بقى كده الوصفات اللي عملناها النهارده مع بعض بالفلفل، وصفتين كده حاجات سهله وبسيطه عشان الناس اللي كانت بتسالني عامله هرسه الشطه ازاي والتتبيله بتاعتي بتاعت الكبده والحاجات دي، يعني الفلفل بعمله ازاي وكده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.